بس مش كاتل اللحم بصلصة الكريمة، تكفي 6 أشخاص. المقادير: 600 جرام لحم عجل من الظهر قطعة واحدة، 100 جرام أو نصف كوب أرز قصير الحبة منقوع مدة ربع ساعة مغسول ومنقى جيدا، 100 جرام لحم عجل مفروم، ملعقتا زبدة، ملعقة صغيرة عصفر، ملعقة صغيرة كمون حب، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم، ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة هيل، ملعقتا طعام صنوبر، ملح حسب الرغبة، 250 ملي أو كوب مرق اللحم. للصلصة: 250 ملي أو كوب كريم طبخ، رشة فلفل أبيض، ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نشرح بسكين قطع اللحم بسماكة 3 ملم مع تجنب وصول السكين إلى الأسفل. نشرح بالسكين بسماكة 3 ملم أخرى مع وصولها إلى الأسفل للحصول على شرائح لحم كبيرة الحجم. نضع شرائح اللحم على ورق نايلون غذائي ونرش عليها ملح وفلفل أسود. ندقها بواسطة مطرقة مخصصة للحم لنحصل على شرائح بسماكة 1 ملم. للحشوة: في وعاء نضع الرز واللحم الناعمة والعصفر والكمون الحب والزنجبيل والفلفل الأسود والهيل والملح حسب الرغبة والصنوبر وملعقتا طعام زبدة. نقوم بخلط الحشوة جيدا. نقوم بوضع ملعقة طعام من الحشوة على بداية شريحة اللحم. نقوم بلف شرائح اللحم بشكل دائري بدون الضغط عليها. نقوم بلفها بورق قصدير بدون الضغط عليها مع إغلاق الأطراف. نسخن لتر ماء في طنجرة. بواسطة عود خشبي نقوب بثقب كل قطعة 4 ثقوب ونضعها في الماء ونضيف ملعقة صغيرة ملح حتى تغلي ونغطي طنجرة مدة ساعة ونصف. للصلصة: في طنجرة نضع الكريمة والفلفل الأبيض والملح حسب الرغبة مع التحريك. لتجهيز الطبق: نرفع قطع البسمشكات ونصف فيها. نفك قطع البسمشكات من ورق القصدير ونضعها في الصلصة. نتركها تغلي على نار منخفضة مدة 5 دقائق. يقدم مع بطاطا بوريه.